حلف اسلم. عطني علومك في رمضان ثم نرجع للمفلح. طيب. ونشوف ايش علومنا في رمضان. والله اللهم لك الحمد، انت عازم ودور العزوبيه اللي فيهم اجر وعزمهم. اي والله ايش اسمه، نفرح بجيتهم. والله استوطان سافرت للديره الايام هذه ورجعت امطار وخير اللهم لك الحمد. ما شاء الله ما شاء الله. اي والله. وفي الرياض ولا روح ولا جيه. الديره دي وين يعني؟ بعض الناس ما يعرفها. ورد وادمي. الله الله. وعندي برنامج. تحس انك جالس مجلس اربع من اخوياك، ترى في جمهور. والله يعرفون، يعرفوا كيدي بيعرفون. ايوه. انت دائما تقول انت على واقعيتك، انا اقول السالفه علي. اسلم. ومن قال سالم؟ وحط لي برنامج في السناب للاطفال الله يحفظهم، ابنائنا وابناكم. مخليها في الاسبوع مرتين. حلو. هذا اعلان. هذا اعلان لسنابك صح؟ مو باعلان طال عمرك، تقول اعطني برنامجك في رمضان واعطيك برنامج. سلام على النبي. انا تقول برنامجك في رمضان، هذا برنامجي طال عمرك. ايه. وش سنابك؟ بعطيهم مختصر، ما يحتاج. حطوه في حسابهم في تويتر الحين. طيب يا ابراهيم. لبيه. والله في طلبات كثيره، نفس طلب عبيد. عطناها وحنا بنشيل معك. بيض الله وجهه. نشيل الليله. والله نشوف الجمهور يطالبون بك كثير. اهم شيء يا صدى لا يطول، ترى يذل من صوته. ايه الليله اللي قمرها ساطع النوره. خلني بشوف ابياتها. يعني ابياتها لا كذا عشت دور. قبل شيء غنيها. قبل شيء مغنيها انا وياه جاي. يلا عطناها. حافظها كلها بس ما ادري شلون. اعتبر انك في الموتر مع. اعتبر انك ابراهيم اللبان. ابراهيم اللبان من جبل علي.